اليوم العالمي للنوم هو حدث سنوي تنظمه الرابطة العالمية للنوم في الجمعة الثالثة من شهر مارس. يهدف الاحتفال بهذا اليوم للتذكير بأهمية وفوائد النوم الجيد وأنماطه الصحية، وللتوعية باضطرابات النوم وآثارها على صحة الإنسان وتفاصيل حياته. يعد النوم من أهم حاجات الجسد، وبفقده تختل مجمل وظائفه. لذا يجب على الإنسان أن يأخذ كفايته النسبية من النوم للحفاظ على صحته العامة. تختلف حاجة الجسد إلى النوم من شخص إلى آخر بحسب طبيعة الجسم والعمر والحركة. يعني هذا اليوم هو يوم مميز لمحبي النوم، كل عام ومحبي النوم بألف خير، بما أن اليوم العالمي أيضا للنوم. مشاهدينا، ما زالت الكثير في جعبة برنامج صباح شرقية، لكن عندنا وقفة قصيرة نرجع لاستكمال برنامجنا، خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما استمتعنا بهذه الأجواء الجميلة في المنطقة الشرقية، ووصلنا للفقرة المميزة اللي نحن دائما نترياها في كل يوم أحد. يعتبر الخط مشاهدينا فن من الفنون التي يستعملها الكثير منا لتوثيق بعض البيانات وتسجيل الملاحظات المختلفة، ويمكن أيضا من خلال الخط معرفة شخصية الفرد، باعتبار أن الخط يوضح الكثير من أنماط الشخصيات المختلفة والقدرات بين الأفراد، سواء كانت إبداعية وأيضا فنية. راح نتكلم أكثر مشاهدينا عن كيفية معرفة شخصية الأفراد اللي نحن نتعامل معهم في حياتنا مع الأستاذة هيفاء الجيلاني، مدرب في علم الفراسة. حياك الله معانا اليوم يا هيفاء، ويسعد صباحك. الله يحفظك. يا مرحبا بك. يعني نحن نتري يوم الأحد عشان كل واحد يعرف شخصيته وأنماط هذه الشخصيات عن طرق بواسطة طرق مختلفة. اليوم موضوعنا أيضا طريقة مختلفة، اللي هي القلامة أو الأقلام الموجودة عندنا. فأكيد هذه الشخصيات أيضا تتميز بأنواع معينة بغيرها إلى الأمور مختلفة. فنشوف القلم رصاص، القلم الحبر، أظني حبر عندنا، حبر جاف وحبر صعب. يلا نتكلم عن هذه الشخصيات وبسط هذه الأحلام. نبتدي أول بادي بقلم رصاص. تمام أستاذي. اللي يحبون، كيف بنعرف نميز؟ يعني على أي أساس تقيسين؟ اللي يحب يكتب، يعني مثلا معطيني ثلاث قلم على الطاولة، أنت أي قلم تتنقين يوم تبين تكتبين؟ بالذات إنه تبين تستسرلين بالكتابة. رصاص أنا. رصاص. اللي يكون يحب رصاص يكون شخصية جدا جدا يعني طيبة. وتكون في ألفة، ويكون تكون شخصية مثلا محبة للخير، تكون الصفات الحميدة اللي هي اللي الناس يعني مثلا اللي تجذب الناس تكون فيه. بالإضافة أنه يكون شخص جدا متفهم، يكون جدا يعني فليكسيبل، جدا متعاون. بس يفرق، شوفي عندك قلم رصاص، في ناس يحبونه مسحوت
يوم يجون يكتبون فيه. في ناس يحبونه برا اللي يحبونه مسحوط يعني هم الطيبة الأوفر الطيبة الزيادة، واللي يحبونه نص نص تراهم ميديم توازن يعني في شخصياتهم، واللي يحبونه حاد تكون طبيعتهم شوية يعني حادين في طباعهم يعني. هذا بالنسبة لقلم الرصاص مثل ما ذكرتي إذا كان براي أو غير براي. بالنسبة للقلم الحبر إذا كان سائل أو جاف، هي عندك القلم الجاف. أصحاب الأقلام اللي يحب يكتب قلم جاف يكون إنسان جدا جدا حكيم، جدا حكيم. هذه أنا بونص بعد أحب أكتب هذه البونص. هي عشان اللي قطعهم يرجعون الأشكال الجديدة لو بحط لكم كذا ما يبين يعني فايبت لكم الأشكال التقليدية. فعندك القلم الجاف هذا يكون راعي أهم سمة فيه أنه يكون جدا جدا حكيم، ويكون عنده بعد نظر، ويكون شخص حازم ورزين وتحسينه هادي وراكد. فتقدر تشوفين حتى الكبار في العمر ولا المدراء والشخصيات لها يحبون يكتبون بالقلم الجاف. أيوة نعم. تكون يعني الشخصية الناضجة المكتملة اللي عندها اطلاع كامل هم هاي المحبين قلم الجاف. قلم الجاف عادة اللي يحب الأزرق فيه معناته هو شخص يعني نظرة الحياة مش سوداوية. يعني هو حكيم وكل شيء هذا، لكن بالمقابل يعني نظرته فيها يعني تفاؤل وكذا. لكن اللي يحب يكتب قلم الأسود يكون يعني شوية سوداوي، يبدي يعني شوية سلبي. سوداوي في تفكير، شوية يكون سلبي في تفكير، مش يعني ما نحكم في سلبي سلبي، لا يعني يفضل بين وبين يكون جنب الحيطة. هي ما يحب يخاطر، ما يحب يعني اللي هم هاي اللي يحب يكون في السليم. هي بالنسبة لأقلام الحبر السائلة تكون الشخصية مرحة، تكون الشخصية تحب تواكب الموضة، يعني متسرعة، ما تعرف تيلس، ما من النوع اللي حركية تحب تطلع، تحب أي شيء في حياة هي الشخصية هاي تحبه. بزيادة إذا كانوا مثل الشخص هذا يحب يكتب بقلام ملونة وسائلة وملونة. هذا بالنسبة لي الأقلام إذا كانت جافة أو سائلة أو حتى قلم رصاص. لكن البعض يعني يوم بيتنقال قلم يفتح الغطاء يشوف الرأس إذا كان ضعيف أو إذا كان متين، بعد في تحليل لشخصيته؟ هي عندك الرأس لو كان حتى لو في قلم الجاف يعني هي رزينة وكل شيء وكذا، بس يعني في الكفة الأخرى مثل ما يقولون ما تحب تطلع بهيئة أنه مثلا يعني أولد فاشن ولا دقة قديمة وشي، لا تكون تهتم برقيها وتهتم بهذا بس بحكمة وبنضج وبهذا. دائما تشوف اللي يناسبها، تشوف اللي يناسبها وتشوف اللي هو تحاول الحد يعني مثلا اللي هو مو بقولش قلم رصاص، قلم رصاص غير حبر بأنواعه، يكون تكون الشخصية هاي مواكبة اللي هو الحد الوسم يعني ولا العيسمي. انزين واللي يكون شوية كبير في العمر زيادة لا يفضلون اللي يكون مش مدبب شوي، ما يحبون الحاد. أنا المدبب على فكرة أحب المدبب أكثر من الحاد. تحبين المدبب لأن شخصيتك بتكون جدا جدا رزينة وقراراتك وحكمة عندك أوفر يعني أكبر من عمرك، فعشان كذا ما تحبين الرأس المدبب لأن هي تكون شخصية الشخص الحاد، عرفتي كيف؟ لو أنك أنت مثلاً لو هو الرأس حاد بيكون مثلاً أنت من نوعيتك حادة يعني انفعالية بسرعة بسرعة تحرجين بسرعة، لا أنت عندك يعني أكبر من عمرك عقليتك وتوازنك أكبر. هل التحليل يعني صحيح 100% ولا يختلف أيضاً من شخص؟ يعني احنا المفروض نسال استاذ عيشة. لا انا اتكلم بشكل عام، هي تحليل صحيح يعني. شوفي في بعض الامور على فكره صح والله تصير يعني ان لما ذكرتها هذه الاشياء وتكون صحيحه، لكن في سؤال من قبل الاخوه يعني خاصه اخوه الموجودين في الصوت يقولون واللي يحبون القلام الماركه هذا اللي يحبون الدلع يمكن والشراغه وال شوفي عزيزتي شو وبعدين يعني على فكره يعني يعني الواحد يوم يواكب مو يعني مش غلط، ورب العالمين يحب يشوف اثر نعمته على عبده يعني اذا ما كان باوفر عرفتي، فهاي شيء طبيعي يعني انه مواكب الحياة. وبالنسبه للاشخاص اللي يحطون القلم زينه وما يستخدمونه ستايل هاي ستايل يحبون يكونون يعني ستايل، حتى يعني مثلا بتحطين قلم في شنطه يكون مرتب ترضين انه مثلا ما مثلا برستيج تحبين تطلعين قلم يكون ماركه ما مشكله عادي
يعني هالصفات بالإضافة أن مثلا من الصفات الحلوة تكون. هي من الصفات الحلوة طبعا. أستاذة هيفا الحين نحن لو جبنا ورقة وقلم وكتبنا عبارة ممكن تحللين شخصياتنا عن طريق نمط هذا الكتابة. الخط نعم. عن طريق الكتابة يبانا والله ورقة وقلم لو المخرج الحين يطرش لنا ورقة هي أنزل. في بعض الأحيان مثلا الناس لهم كتابات حادة هي. هاي يعتمد ايضا على الراس مثلا راس هذا القلم وعلى شخصيتهم ولا ما يخص صبر للقوامه وغيره حتى لو ان كتبتي شوفي براس مسحوت لكن انت مثلا خاصه حرف الحاء سنه 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 شخصيه عصبيه انزين واللي يكتبونه بطريقه شوي مرنه شويه مرنه ترى تقولين شويه مرنين اللي يكتبونه كذا تشوفين المدراء وكذا يعني ان الانسان ما عنده وقت حق تدقيق زياده اوفر في امور فاضيه تفاصيل الصغيره ايوه نعم انا سمعت انه يعني الورقه بوقتها انا سمعت انه لما تكون الكتابه عفويه شكرا لما تكون الكتابه عفويه يكون هي التحليل صح هذا روح التحليل انزين لما تكون الكتابه عفويه هني التحليل يكون صحيح 100% صح؟ أكيد يعني اليوم مثلا إذا أنا يلست مثلا عرفت أن في تحليل ويلست مثلا أزين وغيره لا 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 هذا هي هذا غير اكتبي شوتي عشان تحللنا هيفا هذا شو بيكون بيكون كيف ما أنت تحبين الناس يشوفونك على فكرة حتى تحبين ظهرينا للناس هي حتى الضغطة يقول لك أنه هي حتى الضغطة وعندك بعد مش بس الضغطة وهذا عندك حتى يوم تكتبين في من الناس على مستوى واحد في من الناس الكتابة تروح فوق تحت. في من الناس تروح الكتابة تحت وفي من الناس الكتابة تبتدي صغيرة وتستوي صغيرة كبيرة أو العكس تبتدي صغيرة وتبتدي تستوي كبيرة في من الناس تكون في حروف معينة تفضلت إنزين الله انزين. يستر لو نراوي الورقة حتى هيفا يعني للمشاهدين إنزين جد الله يستر يعني الفضيحة تكون على الهواء ما يبين هي الحين عندك مثبتة يدك شايفة طبعا. بس خطي يمكن لمحه عن الخط صح؟ لا بلف الورقه بشوفها اوكي يلا لف الورقه يلا نبدا استاذه عيشه النقبي من النوع اللي شويه متسرعه في قراراتك من النوع اللي يعني تكون فيه من الامور تاخذين قرارات وبعدين انت يعني تتراجعين عندها ما عندك مشكله ما تشوفين عيب وهاي يعني هاي بالعكس من الايجابيات ان الواحد لو غلط يقول لك المثل مش خطا انك تخطا الخطا انك انت تستمر في الخطا انت بنوعيتك لو خطيتي شويه طبيعتك عجوله تمام فيوم تستعيلين وتاخذين قرار خطا ما عندك مشكله تراجعين وتسوين الصح نعم ما عندك مشكله يعني ما عندك الان هيجي الا تخليك ما تعترفين او تستمرين في الخطا لا لا وانسانه فليكس يعني مرنة اوكي عندك لو تلاحظون الباء هي مش حاطه سنه للباء صح يعني بمعنى الاشياء اللي هي قد يراها الناس أساسية هي يعني ما تشوفها أساسية هي ما تشوفها تشوفين اللي هو الأقل اللغة العربية كيف بدأت الكتابة بدوا بالسنات ما بدوا بالنقوط كانت تنقرأ اللغة من دون نقوط فأنت تهتمي بالثانويات أكثر من الكماليات يعني مثلا من الأساسيات تهتم بالكماليات كماليات أكثر من الأساسيات مثلا عندك أنت ألف إنزين تفكرين مثلا خلينا على نمط الحريم تمام هل ألف يا أني أشتري فيها مثلا قولي ثياب اكثر من لا ثياب نقول او خليها بتحلل يعني مثلا تتسوقين فيها او تسوين فيها فيلر شيء واحد بسوي فيها فيلر فيلر يتاجل لكن لا تحس لا فيلر يعني تقدم الاشياء الثانويه عندك بالنسبه وكشيخه تشوفون هنا حرف الياء اخره الحركه انزين هذا معناته انا كشيخه ترى يا سلام غصب طيب يعني يعني شوفوني كذا عرفتي كيف من الناس اللي تهتم لمظهرها وتهتم ان الغير يلاحظها بصوره جيده هذا بالنسبه لعائشه النقبي وعائشه الانصاري عائشه الانصاري هي نراويكم استاذه عائشه لا مندمجه على فكره بالنسبه لحرف العين انت من نوع الحساس بس ابدا ما تحبين تبينين جدا حذره حتى تحاولين حتى تسوين بلوك لمشاعرك في وجهك صح صح وتحاولين يعني يمكن من الناس اللي تدربين على الموضوع هذا انك انت ما ابي يبين علي ما ابي يبين يعني جدا تهتم الموضوع هذا عندك
بالنسبة لشوفي مثلا تاء مربوطة في كلمة عيشة معناته أنت من النوع اللي إذا مثلا ضغطي ولا شيء تنكمشين على نفسك، مش من النوع اللي مسالمة بقول لك معناه مثلا يعني. إذا أنا كنت مضغوطة أبتعد موتر... يعني بسرعة لا أدق موتر سلف وأطلع شوية صح. فأنت لا أنت لو كنت مضغوطة لا تنزوين صح ما تخالطين ابدا صح. لا تنزوين وقد ما ترومين مثلا يمكن عادي الفون على السايلنت الحجره بتكفلينه ما حد بيك بس بعد بتكفلينه يكون لها جو خاص فيها هي تنزوين كل معاني الكلمه يعني تحاول تنزوين عندك بالنسبه الانصاري عندك هي محاطه همزه معناتها هي تهتم بالاولويات اكثر من الثانويات حتى لو انت من النوع اللي تحبين تكونين مثلا يهمك الثانويات لكن من نوع صاحبة عقل راجح يعني جد الحكيمة يعني أكبر من عمرك مثل ما توا بعد سبحان الله يعني التحاليل كلها تكون يعني مرتبطة في بعضها فإنسانة حكيمة حطيتي سبيس ما تحبين حد يدخل في عافيتك نقطتين يعني أنت وتقريبا يعني عائلتك أنت أو زوج أو شيء سبيس مع الناس وبعدين أنت حاطة صباح الخير تمام الخايا تحت الالف ال معناته انت تقدرين يعني تكملين حياتك ويومك تحت ضغط ما عندك مشكله ومن النوع اللي مش حاده الطباع او بسرعه تنرفزين وبسرعه انت ما تتقبلين فيها مثلا فيها طوله بال نعم فيها طوله بال طوله بال عندك ويعني يعني الضغوط ما تاثر فيك بسرعه ابدا الحمد لله هي لا بس احيانا بعد ضغوط 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 بعدين انفجر اوصل لمرحله الانفجار لا لا هذا شيء طبيعي عادي اقول لك الشيء يعني مثلا تشتغلين تحت الضغوط بشكل عام ما عندك مشكله انك تكون مضغوطه ما يبين عليك يعني سبحان الله مثلا الحين نشوفك تبارك الرحمن كل الحلقات تبتسمين فالانسان تكون يعني اب اند داون يعني حياته ايوه نعم بس هذا هو انك تقدرين تشتغلين تحت الضغط يلا الحمد لله كل شكر لك على هذه المعلومات وعلى تواجدك الدائم معنا برنامج صباح الشرقيه يعني نحن في الحقيقه نستمتع جدا بهذه الفقره ونعرف شخصياتنا بالفعل وحتى نحن نقاط الضعف عندنا نقويها عن بعض صحيح. عن طريق بعض الاساليب اللي دائما نتبعها من اقتراحاتك ونصائحك شكرا لك هيفا ولقاء ان شاء الله لحد الجاي ان شاء الله ان شاء الله رب يعطيك الف عافيه والله يوفقك ان شاء الله هيفا شكرا لك طبعا مشاهدينا بعد هذه الفقره الجميله اللي تعرفنا وتعطينا بعض المفاتيح لنحن نعرف كيف نتعامل مع الاشخاص اللي نتعايش معاهم نكون وصلنا معاكم لختام صباحنا لهذا اليوم نشوفكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده وحلقه ايضا مميزه واترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامه لقانا مشاهدينا ان شاء الله يجدد بكم غدا في حلقه جديده بموضوعات مختلفه الى ذلك الحين تقبل تحياتي عائشه الانصاري وتحيات زميلتي عائشه سرور ومع السلامه